أشهد أن كانت وكنا قمرا وفجرا، هذه السواحل تشهد أن كانت وكنا قمرا وفجرا، ولكل وجه طيب عهد في القلب ذكرى، زنجبار رحلة للناس هذه الحلقة الحقيقة هي حلقة استثنائية، ولكنها تظل في صلب الموضوع، صلب موضوع إفريقيا، شرق إفريقيا، زنجبار، هذا التعاون الكبير، هذه العلاقة التاريخية العميقة جدا بين عمان وزنجبار تحديدا بشكل خاص وشرق إفريقيا بشكل عام. يشرفنا في هذا اللقاء معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، سعداء أن نلتقيك في هذا المكان وتحديدا أن نجري هذا اللقاء في هذا الموقع. أنا شخصيا سعيد بها جدا. نحن في قصر متوني، وبعد زيارة معاليك للمكان، قصر متوني طبعا لعلنا نقول لبعض المشاهدين من ليست لديه الفكرة، هذا أول قصر بناه السيد سعيد بن سلطان بعدما اختار زنجبار عاصمة له، بعدما أحب هذه المدينة كثيرا وقرر في عام 1832 أن يتخذها عاصمة لإمبراطوريته الكبيرة. كيف كانت جولتك؟ ماذا سجلت من انطباعات هنا في زنجبار تحديدا؟ هذه ثاني زيارة لي إلى زنجبار. الزيارة الأولى أعتقد على ما أتذكر 85 يا 86. بعيدة جدا. أين؟ والتاريخ هو التاريخ، يعني التاريخ هو التاريخ، البلد هي البلد. وطبعا أهل زنجبار يطلعون إلى عمان في كثير من المسائل، وأريد أولا أن أقول شيء مهم، يعني يمكن كثير من الناس مشاهدين والمشاهدين لا يدركون لا يعرفون سبب زيارة سلطان سعيد بن سلطان إلى زنجبار، وأنا سمعتها من أحد السادة الله يرحمه توفى. والأصل في القصة أنه في أحد السنين كان محل في عمان، وأمر السيد سعيد بن سلطان أن تبنى بعض السدود، فجاء من جاء إليه يشير عليه بأنه لا داعي أن يبدد أموال الخزينة في السدود، فإذا الأمر يتعلق بالمنتجات الزراعية في زنجبار جنة الله على الأرض. فتشجع وسافر في الموسم القادم ووجد كما سمع فاستقر. ولذلك كان يشجع العمانيين على الذهاب إلى، وحتى قيل أنه يساعدهم ماليا، يعني يأسسوا بعض المهن وبعض التجارة وإلى آخره، هذا من باب بس أنه الناس لو فعلا وظلوا السلاطين يعني يستنون هذه السنة مع القادمين من عمان، ظلت الهجرات كثيرة. ما في شك أنه عندما يذكر شرق أفريقيا تذكر معها عمان، يعني هذا في أقاصي الأرض من تعرف على شرق أفريقيا يتعرف عليها من خلال عمان وإمبراطورية عمان في المحيط الهندي وشرق أفريقيا، ولذلك مركز هذا التاريخ هو هنا في زنجبار، والشواهد كثيرة وملموسة وطيبة
عندما تبدأ من المدينة الحجرية ستون تاون وتشوف البيوت والقصور وبيت العجائب التي تعتبر من حيث المعمار يعني في ذلك الزمن سميت بيت العجائب لمكانتها ولشكلها وكانت هي تلك ذلك البيت كان للاحتفالات وليست للسكن وكان السلاطين استخدموها في الاحتفالات مختلفة يعني وفي استقبال القادمين من ضيوف السلاطين والآن هي باقية على ما هي عليه لكن فيها بعض الحاجة إلى إعادة تأهيلها من جديد هي وعديد من الـ من الـ من البيوت المشهورة لأنه تاريخ شرق أفريقيا مربوط بهذه الآثار أو بهذه الثروة التاريخية اللي موجودة إذا هذه الثروة التاريخية اندثرت فيندثر معها التاريخ فلن تذكر شرق أفريقيا وتذكر معها عمان إلا بوجود هذا يعني أنا تعتقد معاليك مثل ما تفضلت إذا كان هنا من الآثار ما يحتاج إلى تأهيل ويحتاج إلى ترميم نحن لمسنا هنا يعني أيضا ربما بعض الدعوة أو بعض المطالبات بأن تسهم عمان في برامج لتأهيل هذه الآثار لترميمها هل السلطنة دور في هذه المسألة كالتزام تاريخي أدبي مع هذه المنطقة ومع هذه الآثار بالتأكيد هذا أثر تاريخي لعمان يعني في التاريخ يعني تاريخ عمان اشتهر في هذه المنطقة شرق أفريقيا ومن أهمها هو أنه نقل الحضارة الإسلامية إلى عمان وأهم من كل هذا كله أيضا أنه نقل التسامح إلى هذه المنطقة من شرق أفريقيا وكل هذا يعطي التزامات يعني أخلاقية على عمان بأن لا تهمل هذا الدور هما في الحقيقة الحكومة الزنجبارية تقوم بدور لكن لابد أن يكون لنا إحنا دور أساسي في هذا وهكذا ما اتفقنا عليه الآن في خلال هذه الزيارة أن نقوم بمعالجة والحفاظ على المدينة الصخرية ونبدأ بالبيوت الأساسية وهي فعلا محتاجة إلى عناية خاصة إعادة التأهيل وإعادة دراسة أوضاعها من جديد والسلطنة لن تبخل أبدا في هذا الجانب أحيانا نظلم كتاريخ عماني خطأ أو جهلا من البعض يعلمون علم اليقين أنهم عندما يقولون العرب في إفريقيا والعرب في زنجبار فهم يعنون العمانيين إلا أن الكثير يتجاهلون اسم عمان يقول لك العرب نحن نعلم أن من العرب من لهم أيضا بعض الإسهام الإخوة اليمنيين الحضارمة لهم حضور إنما عمان ظلت تحكم ظلت لها سيادة ظلت لها فبعض الإعلام حتى العربي للأسف يتجاهل كلمة العمانيين في شرق إفريقيا هذا إلى حد ما صحيح ولكن هذا مرده أيضا إلى أنه نحن لم نقم بالدور المطلوب خلال 40 سنة الماضية أعتقد لأن انشغالنا بأمورنا الداخلية وانشغلنا بالتطوير وانشغلنا لكن لم نقم بالدور الذي ينبغي للتاريخ العماني على جميع المستويات سواء كان في شرق أفريقيا أو في شبه القارة الهندية أو في أماكن كثيرة إنما كان هناك أيضا إحساس أنه ربما التكثيف قد يثير بعض الناس فلذلك نحن لم نتخذ طريق لا تكثيف ولا انعدام يعني إنما أود أن أقول أنه دور العماني في هذه المنطقة في
تنزانيا وفي في عموم هذه شرق أفريقيا هو دائما مطلوب، دائما مطلوب يعني هو لا ينتهي بانتهاء شيء. ولذلك من واجبنا نحن أن نحن نقف مع المسؤولين الآن في حكومة زنجبار وأن نتعاون معهم وأن نساعدهم في الحفاظ على هذه الثروة التاريخية، سواء كانت ثروة المباني والقصور أو البيوت والرموز وكذلك المخطوطات. وإن شاء الله عندنا خطة في هذا. والآن طبعا فيه ملحق ثقافي تابع لوزارة التراث، أرسله صاحب اسمه سيد هيثم لكي يتقصى على موضوع الوثائق التاريخية والمخطوطات، ووجد تعاونا طيبا من الحكومة هنا في زنجبار، وإن شاء الله هذا سوف يأخذ مداه إن شاء الله في المستقبل القريب. معاليك، هناك أيضا قضية أخرى، يعني مثلما تجاهلوا كلمة العماني بين قوسين أو العمانيين، هناك من كرس فكرة أخرى وهي فكرة تجارة الرقيق، وكأن لم يمارس هذه التجارة غير العمانيين، وكأنه حتى السود في أمريكا وكأننا نحن من ذهبنا بهم، بينما نحن نعلم أن العمانيين هنا بالذات ارتبطوا بعلاقات مصاهرة، ارتبطوا بأسر، لن يذهب شخص ليبيع خالة. وأنا سمعتها بأذني في أحد المتاحف، أحد المرشدين هنا يقول لطلبة: لا يضحك عليكم أحد ويقول لكم أن في زنجبار كانت هناك تجارة رقيق. ثم يأتي من يكرس مثل هذه المسألة. أما آن الأوان لأي شكل من أشكال الرد، أم أن الآلة الإعلامية الغربية هي أقوى منا تظل؟ وما في شك أنه يعني هذه أصبحت مسألة عامة، مسألة استقلاب العمالة في ذلك الوقت، يعني قبل 200 سنة و 300 سنة و 400 سنة، من شرق أفريقيا أو من إثيوبيا أو من مناطق أخرى، كان أمرا متعارف عليه، يعني ما كان شيء منكور يعني أو شيء محرم. إنما للأسف الشديد المعاجم العربية حرفت الترجمة من سليفري، ترجموه بالرقيق وهو ليس صحيح. في فرق بين كلمة الرقيق في اللغة العربية وكلمة الاستعباد والعبودية، وبين المستخدم. أيوة، يعني الرقيق من الرقة، من العطف. ولذلك في الإسلام سموه رقيق، لما المسلمين الأوائل في أيام الصحابة وفي أيام الرسول حرروا العبيد من ملاكهم وأدخلوهم الإسلام. نعم. هذا معنى الرقيق. لكن الاستعباد يعني في زمن الجاهلية في مكة وفي مناطق الجزيرة العربية ما كان يستخدم كلمة الرقيق، يستخدم كلمة العبيد. فجاء الإسلام فحررهم وأعطى لهم مسألة الرقيق باعتبار أنهم هم يكونوا جزء من المجتمع الذي المجتمع المؤمنين في زمن الرسول أو في زمن الرسول. فهذا الفرق كان هو الغلط في الترجمة من في كلمة السليفري من الإنجليزية والفرنسية وغيرها من شأن إلى كلمة الرقيق، غلط ليس صحيحا. كما تفضلت وقلت أن عمان والعمانيين ربطتهم رابطة الدم، ولذلك هنا في 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 زنجبار وفي تنزانيا وفي غيرها يعترفون بأنه البلد خارج القارة الأفريقية الذين يتكلمون اللغة السواحلية هم العمانيين، وهذه لا تأتي إلا من خلال المزج القوي في العلاقات الاجتماعية والأسرية والثقافية. لكن ما زال الوقت ممكن الآن أن نحن أن نزيح هذا الفكرة عن العمانيين بإعادة يعني تعاملنا مع
مع الناس هنا في أفريقيا، في خاصة في زنجبار وتنزانيا بشكل عام. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية، نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة، نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مرحبا عليا، مفاجأة سارة، سررت برؤيتك. أهلا أمينة، من أين حصلت على هذه الأسماك الجيدة؟ تبدو طازجة جدا. هذه قطع أسماك طاقة مجمدة، اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية، إنها أفضل طريقة للعثور على سمك طازج في الصيف. هل تعتقدي أنه جيد؟ نعم، جودة عالية كالطازج تماما، فقط أزيل الثلج واتركيها لتتخلص من التجميد، لا تنقعيها بالماء، وبعدها يمكنك طبخها كالعادة. الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة، عائلتي تحبها، جربوها أنتم أيضا. بعالمك نهتم، بعزيمة نتطور، بحيوية نسعى، لرؤى مختلفة، وبطموحاتك نتشارك. نفط عمان، اهتمامنا يتعدى الوقود. الطريق إلى الفوز تمر بي. معلومات عامة، حظ، تخطيط. العقرب، طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. طوال الشهر المبارك الفضيل، ضيوف، تقارير، هدايا وجوائز. كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. مع الوزير نحكي عن الآن التعاون القائم بين عمان وتنزانيا بشكل عام، كون هناك لجنة عمانية تنزانية مشتركة. أكيد أن تنشأ لجنة مثل هذه ففيها ما فيها من الدلالات على حسن النوايا، على التعامل بشكل عملي في سبيل تطوير هذه العلاقات. لو تعطينا نبذة عن دور هذه اللجنة وكيف تفكر هذه اللجنة، أين تريد أن تصل هذه اللجنة ببرامجها وبأفكارها؟ اللجنة طبعا تم افتتاحها 25 وناقشت عديد من المسارات ومن القطاعات. فيها اللجنة تضم مجموعة من
الفعاليات يعني فيها المستثمرين، سواء كان مستثمرين حكوميين أو مستثمرين من القطاع الخاص، وفيها من أجهزة الحكومة التي تعني بالتعاون الفني مثل الآثار وما آثار وغيره والتعليم، وعندنا مجموعة من الاتفاقيات وقعت وعدد من الاتفاقيات ستوقع. هذه البلد يعني عندها يعني مستقبل واعد، يعني تنزانيا عندها كثير من الموارد الطبيعية والآن اكتشفوا الغاز أيضا، والعلاقة نمت مبنية على الثقة أكثر من أنها تبنى على المصالح المنقطعة، يعني اليوم أبيع لك وبكرة أيوة على الثقة. وزيارة الرئيس التنزاني كويتي إلى عمان زاد هذه الثقة، وأنا اجتمعت بعدد من العمانيين اللي هم عندهم استثمارات خاصة وناجحة جدا، وقد ذكروا لي بصورة يعني مفرحة بأنهم شعروا أن هذه زيارة الرئيس التنزاني خلقت أجواء جديدة لهم بين المجتمع التنزاني وفي دوائر الحكومية، وأنهم يرغبون بأن هذه السياسة أن تستمر فيها، وهي إن شاء الله ستستمر. يعني هذا هم محتاجين إلى كثير من الخبرة وكثير من المشاريع خاصة في قطاع المواني وقطاع السكك الحديدية وقطاع الزراعة، وفي الآن توجه ولم يصل بعد إلى مشروع لكن توجه أيضا للاستفادة من الثروة الحيوانية الضخمة الموجودة هنا في، وهم هنا الحكومة التنزانية تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين العمانيين من حيث الإنجاز السرعة ومن حيث يعني الإمكانيات المتاحة بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الثروة الحيوانية وكثير من المسائل. فعلى كل حال هذه يبغى لها عمل متواصل في السلطنة، لأنه مشاريع مثل هذا النوع مشاريع وهي مشاريع مربحة أيضا، يعني ليست مشاريع غير مربحة، مشاريع بعيدة المدى. يعني هذا ليس مشروع أنك تبني بناية يعني تكلفك مليون دولار وتبيعها بعد سنة بمليونين وتخرج، ليست هكذا، هذا شراكة حقيقية. ولذلك في الحديث معهم هم ذكروا التاريخ وأنهم يبغي، ما قالوا أنه ينبغي لا نعتمد فقط على التاريخ ولا نعمل شيء، ينبغي أن تتجاوز التاريخ، وكان ردنا عليهم بأنه هذا صحيح، ولكن نحن الآن ننظر أن نحن نمضي معا في التاريخ، نمضي معا في المستقبل، يعني ندخل في المستقبل مع بعض. في الجانب الاقتصادي اللي تفضلت به، هناك العلاقة البينية بين دولتين، وهناك العلاقة العمانية العمانية، وأقصد هنا العماني الموجود في الوطن الأم والعماني الموجود هنا، ألا ترون في هذه أيضا مسوغ لتفعيل الجانب الاقتصادي؟ على رأي أحد رجال الأعمال هنا في إفريقيا قال أتمنى أن أرى فرع واحد لبنك عماني في دار السلام حتى أستطيع أن أتعامل مع عمان وطني الأم. هذه جزئية طبعا، ومن مهمات اللجنة هو أن تهيئ الأرضية، يعني وتعرف البنوك لهم مواصفات ولهم، لكنهم أعتقد البنوك العمانية الآن عندها فرصة مهمة ينبغي أن لا يفقدوها، وهو أن ينتشروا في هذه البلد في تنزانيا، ولما يراجعوا الدخل القومي لهذا البلد ومستقبل الدخل القومي، يعني فعلا بلد يعني ثرية، يعني ليست صحيح أنه من حيث البنية التحتية من حيث مستوى الدخل ما زالوا ليسوا من الدول اللي عندها يعني مستوى عالي، إنما خلال أنا أعتقد خلال 10 سنين هذه الصورة بتتغير نهائيا. لذلك المستثمرين العمانيين والبنوك العمانية ينبغي أن تسارع في هذا، ولكن علينا أن نهيئ لهم الظروف وأن يكونوا مطمئنين إلى استثماراتهم في هذا البلد. يعني ما نبغى نخرج كثيرا إلى، لكن أينما نجد راحة لنا في وضع قدم ينبغي أن لا نتردد.
نحن في أوربت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. طمنا ايش عنا للعشاء؟ دجاج؟ لا، عنا سمك. السمك رائع ومذاقه طازج جدا، لكن نحن في الصيف، من وين حصلت السمك؟ هذه قطع أسماك طاقة المجمدة، اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية. فقط أزلت الثلج وتركتها لتتخلص من التجميد، وبعدها طبختها كالعادة، فهي تأتي بأفضل جودة وصحية للغاية. الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة، عائلتي تحبها، جربوها أنتم أيضا. وضع حبات من التمر وكوب من اللبن، ممكن تعطيك حاجتك الغذائية ليوم كامل. علشان نتعرف على فوائد التمر واللبن وغيرها، تابعونا في رمضان في تمر ولبن. قد تجمع حولنا كون جميل يهدينا وعد الرمشنا كي نفهمه، فلننطلق فلنلتقط صورا له، نتخيل الأشياء كيف سترسمه بخيالنا. الجالية العمانية في شرق أفريقيا، وهذه الجالية يعني من العدد ما لا يستهان به، وأحكي شرق أفريقيا بشكل عام وتنزانيا أو زنجبار بشكل خاص. كيف تنظر حكومة السلطنة للجالية العمانية في هذه الأماكن؟ يعني هو دائما بيكون في ناس يمرقوا مثل هذا النوع من الناس الذي ما يقال عليه عقب العقب ولا الصيام في رقب، يعني عندهم أحكام مسبقة. لكن صحيح أنه السلطنة انطلاقا من رؤيتها ما تحب أن تقول في الإعلام ما تقدمه حتى لا يحسب منا على الناس، يعني وإلا السلطنة تقوم بجهود كبيرة في شرق أفريقيا، خاصة في هذه البلد هنا في تنزانيا، وبشكل خاص في زنجبار، وفي شرق أفريقيا أيضا في كينيا والامتدادات اللي هي ماورا كينيا أيضا. الدعم والمساعدة كلما كان ذلك مقبولا من الدولة التي فيها هؤلاء الناس دائما متوفر، وإن شاء الله هذا العام سوف تفتتح السفارة العمانية في كينيا، ومن مهم هذا الدور يعني كي تخدم الجالية العمانية في السواحل كينيا وفي المناطق ما وراء كينيا، يعني في رواندا وبوروندي أكثر شيء، وحتى في أوغندا في قليل من العمانيين، فالرعاية بتستمر إلى كل مكان. إنما طبعا هم العمانيين في شرق أفريقيا مثلهم مثل أهل شرق أفريقيا، محتاجين لكل شيء، فينبغي أن لا يكون هذا فقط هو فقط الحكومة، ولكن أنه المجتمع العماني ينبغي أن، يعني أنا ذكر لي أحد من الأمس من الإخوان أنه أحد العمانيين وهو يعني رجل كبير في السن، يعني يمكن 80 في السن، أنا أول مرة أسمع هذه القصة، وأعتقد أنه قال لي من الرستاق ربما، وأراد أن يعود
وعنده جواز العماني يعني، وما خرج من زنجبار إلا مرة واحدة إلى 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 منباسة ورجع، ولكنه ما سمح له. ليش ما سمح له؟ وين أنا أقول هذا الكلام؟ هنا أم هناك؟ هو في زنجبار؟ لا عندنا في عمان. في عمان في عمان ما سمح. يرجعون السبب إنه ربما أهله هناك في مسألة إرث، وخوفاً لا يطالب الإرث في الفلق ولا في الأموال، هذا وصارت هذه القصة. لأنه هو متنازل وقال أنا متنازل وبكتب صكوك على نفسي إنه أنا لا أريد، بس أريد أشم رائحة الرستاق رائحة عمان. ففي كثير من هذه الأشياء ينبغي أن المجتمع نفسه أن يحس أنه هذا تراث كبير، يعني ليس شيء بسيط، والحياة دواليك يعني. إن هذا اليوم ممكن ظروفهم كذا، بكرة ممكن ظروفهم تكون غير، وحتى ظروفنا تكون غير، فلا بد أن نستطيع أن نبث ثقافة جديدة في المجتمع العماني، وأن إخواننا العمانيين أيضا اللي لهم أصول من أفريقيا، سواء كان من الساحل أو من داخل أفريقيا، ينبغي أن يساعدوا في هذا. في ما زال في بعض يعني التردد وبعض عدم الثقة في 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 الأوضاع يعني هنا، وهذا يعني أمل أنه تنتهي. هذه مسؤولية المجتمع العماني. هذه مسؤولية المجتمع العماني. الحكومة مستعد تساند وتوجه، ولكن طبعا تتعرف عندنا في الحكومة كثير من إخواننا العمانيين في شرق أفريقيا موجودين في الحكومة، يعني في الأجهزة المختلفة. ينبغي الكل أن يساعد، يعني لما يأتي موضوع خص أفريقيا ينبغي أن يساعدوا فيه، بدل ما يدخل في البيروقراطية وفي التعقيد يعني وفي ويتعمد أنه يعني ينظر إليه بهالطريقة. ينبغي أن يكونوا هم بروموترز يعني في هذا الشيء. والبلد الحمد لله وصاحب الجلالة هذا أهم شيء، أقرب إلى نفسه إلى قلبه. يعني شوف العمانيين وأخوانهم في شرق أفريقيا والمجتمع الأفريقي كما كانوا أقوياء في الماضي يرجعوا كما كان. يعني إحنا أنا أعتقد ليس من مصلحة للمجتمع العماني ولا العمان أنه كل من يقول أنه أصول عمانية يأتون إلى عمان يستقروا في عمان. حريد أيضا العمانيين يروحوا إلى شرق أفريقيا لأنها بلاد واعدة. يعني أنا أشوف أمريكا بعظمتها وقدرتها وبريطانيا والصين واليابان يتهافتون على أفريقيا وما عندهم هذا التراث الذي، ونحن نحاول نبتعد من يعني المفاهيم خاطئة. المفاهيم يعني ينبغي أن يعاد النظر فيها. كل الشكر لك معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على هذه المساحة. أثريتنا بالفعل، حلقة استثنائية بالفعل. أنتم قدمتم من عمان إلى هذا البلاد في إطار ما نحن نعتقد أنه صحيح، ولا بد أن نشكركم على هذا الجهد.